أشكر الحضور وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاشت الجزائر وحرة الأبية. فكان يوما دراسيا بحق. وبالنسبة للمنطقة العلمي تميز لا شك أنكم وقفتم على أهمية الرسالة التي أراد أن يبلغها من خلال عدد معتبر من الأبحاث التي ستقدم خلال اليومين والتي تتناول جهود زوايا العلمية في مجال التربية والتعليم على امتداد العقود ما قدمته هذه الزوايا للأمة وما ينتظر منها أن تقدمه اليوم في حاضرنا وفي مستقبل وطننا وأمتنا الذي نتطلع إليه هو أن تبلغ هذه الرسالة لا سيما إلى الشباب إلى طلبة العلم إلى هذه الفئة التي هي أمل الحاضر والمستقبل لكي يكونوا خير أمناء على هذه الرسالة كما تلقوها من الآباء يحملونها بحقها ويؤدونها خير أداء وينقلونها أيضا فيما بعد إلى الأجيال كما تلقوها من هؤلاء الآباء. زوايا بلا ريب كانت كما نقول وكما هي حقيقتها وأنا أقصد هذه الزوايا الأصيلة كما أحب دائما أن أوضح أدت هذه الرسالة على خير وجه أدوها عبر الأجيال وكانت بحق هي القلاع الحصينة المنيعة للإسلام في أرض الإسلام. يوم تعرضت بلادنا لأسوأ وأنكر وشر استدمار عرفته الشعوب عندما احتلت فرنسا بلادنا شعبنا المسلم المتمسك بدينه منذ أن هداه الله إليه لاذ بركن الإسلام ولاذ بقلاع الإسلام وتحصن بهذه المؤسسات هي التي حفظت له دينه حفظت له عقيدته حفظت له مقومات شخصيته وبشهادة الفرنسيين أنفسهم وتنطق بذلك وثائقهم التاريخية أن هذه القلاع هذه المعاقل العلمية هي التي كانت وراء إفشال مشروعه التنصيري ومشروعه التغريبي وهم الذين قالوا في بداية الاحتلال إننا جئنا إلى هذه الأرض لنستوطنها لتأخذها فرنسا باعتبارها البنت البكر لروما هي جاءت لتأخذ نصيبها من إرث روما وجاءت لتلحق هذا الشعب بالحضارة الأوروبية المسيحية من رضي فذاك ومن أبى فإن مصيره الإبادة أو التهجير هكذا كانت خطتهم وهكذا سعوا لتنفيذها ولكن شعبنا بفضل من الله سبحانه وتعالى تحصن بهذا الركن المنيع وأفشل بفضل الله سبحانه وتعالى كل خطط الاستدمار. وطنيا نيوز الواقع من المواقع.